سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير. اليوم فيديو مختلف شويه. اليوم ما نخدمش مع مجد، بل لي كيلعب داكشي اللي صابت ليه البارح، باقي عاجبه وباقي فرحان به، قلت خليه. ما حتى غدا نصاوب معاه شي حاجه، وانا باغا نصاوب شي حاجه وانا نقولها جيب لاتيش اجي نشاركها مع صحاباتي. المهم البنات هذا راه ضروري، انا راه ما خصوش، ما كيفرقنيش يعني، ما يمكنش يعني. كنستعملو بزاف المرات، عرفتي؟ غير اقل حاجه، وكنت غنصورها معاكم عاوتاني، قلت نخليها نقولها لهم. البوطه كبيره بغيت نبدلها، ما بقيتش عندي الجلده، درت مسدس الشمعي سخن ودرت بحال هكا في بلاصه الجلده. صافي انا درت الجلده، عرفتي؟ كانت معقداني ديك القضيه ديال الجلده، اللي غيجيب البوطه كيخصني نقول لي جيب الجلده ولا نساها مشكله. صافي دابا لقيت الحل، مسدس الشمع ولا اروع. المهم البنات اللي كيعقل على هذا الحيط هذا، الناس اللي كانت عندهم اللي كانوا معايا في القناه الاولى كيعقلوا على هذا الحيط هذا اللي صاوبت، كنحماق عليه الصراحه، كيعجبني. ها هو البنات هاد الشجيره اللي درت، واو كتعجبني بزاف. المهم كنت صبغتها لراسي، بالنسبه للناس اللي كانت عندهم القناه الاولى راهم يعني كانوا شافوا لا فيديو. المهم البنات انا هاد الشيء هذا بزاف عندي وكيحمقني المهم انا ماما كانت كتخيط، ودائما عز عليا هاد لي دونتيل، الصدف، العقيق، يعني مغرمه بهاد الشيء هذا، وضروري كيخصو يكون عندي في الدار سانتيم وداك الشيء. وانا مني كنت صغيره وانا عزيز عليا دي طرافو براتيك، دائما كنقولها لكم قبل ما ندخل كاع الاخت كوم ولا هذا، انا داك الشيء كان عندي يعني سبحان الله العظيم. اي حاجه كيتزاد بها الواحد، عندي دي فوتو انا صغيره كنرسم وزعما، المهم يعني من الصغر وانا عزيز عليا هكا من الصغر. اليوم بغيت نقول لكم كنصاوب واحد الدبيجه الاميره، وانا نقول بلاتي علاش من هاد لي تويو هادو البنات كتعرفوهم كيكونوا في داكشي ديال الاكسجين، كيديروا بهم الاكسجين الله يحفظ داكشي. المهم كان شي مره عبقى قادر تخنق وديناه لدير الاكسجين وعطاه واحد جوج جداد، وما تستعملوش با ما تستعملوش. ديك المره بان لي راجلي رماهم وانا نهزهم، قلت له غيصلحوا شي حاجه، وفعلا ها نصابهم دابا دمنجات الاميره. انا عندي هاد بحال هادو دخلت وحده هنا وخليت واحد شويه غير شويه، المهم هي غتبقى ترونسبارونط وغيبقى فيها هاد لوفير هذا، ماشي مشكل. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش وعندهم مسدس الشمع يديروه يسخن كالتالي، مازال ما سخنش مزيان و يسدو بحال هكا. اللي بغى يدخل فيهم عقيقات صغار بحال دابا هاد العقيقات هادو صغار، ويدير خيط ويدخل يعمر الخيط بالعقيق ويدخل ويديرهم بلي كولور، مثلا يدخل عقيق كل عقيق يدخلو في لون ويدير بلي كولور. ما يمكنش ندير معكم هادشي يعني، غيطول فيديو ما نديروش، غير المهم نقول لكم يعني يعطيكم افكار وصافي. الوليدات اللي درت لهم شي حاجه بحال هكا البنات كيفرحوا بها كيف ما كانت كيف ما كانت. هذا ما سخنش مزيان، مازال ما سخنش مزيان. ايه هذا دخلت فيه هذا القيطان، هذا دخلت القيطان ونسيتو. دخلي القيطان الا كاين ماشي زعما يعني بلا ما عندكش البرا، كتدخلي الراس من هنا كتدخلي شويه حيت هذا البرا ديالو، وكتجبدي كتمصي من هنا كيتجبد هاو دخل فاسيلمون، يعني ماشي ما كايناش شي حاجه اللي زعما صعيبه ولا شي حاجه، غير كيخص يكون شويه ديال الخاطر وصافي. صراحه ما بقى خاطر انا دابا والله العظيم اليوم انا ما نقولش لكم واحد العيا بزاف، عندي خاطر ندير حتى شي حاجه، ولكن اليوتيوب تا هو راه خدمه وكتبغي تحقق شروط تجمع سوايع، يعني بزاف الحاجات. شوفوا هذا اللي جا بحال هكا جا حسن، جا مدور انا خشيتو، ولكن هذا اللي درت ليه مسدس الشمع غيجي شويه، ولكن شوف البني هذا مسدس الشمع. المهم ديك الاحتمال اللي قلت لكم عاوتاني ديال البرا والخيط ودخل العقيق كيجي حتى هو يجي زوين. المهم انا قطعت بزاف على قدي وقدها، المهم هذه كانت فكره بغيت نوريكم شي خويتمات انا كنت صاوبتهم،
كنشد هاد شديت هاد لا دونتيل هادي وصاوبت منها وريدات، كنت باغا نسقهم فواحد العبايه، ولكن جاتني العبايه جاوني في العبايه شويه ما عجبونيش وخليتهم ما ضاعوش. درت وحده هنا منهم جات زوينه، الا كتلبسها شي حاجه مارون. وعندي هاد العقيق هذا بحال ديال العاش، كان انكولي وتهرس وهو يبقاو منو هاد العقيقات هادو. شديت هاد الخاتم هذا درت فيه هادي غير مسدس الشمع، تنقول لكم انا مسدس الشمع انا وياه ما كنتفرقوش. ماذا قال لي امي ماذا تفعل؟ اصور فيديو لو شوال صافق شعلي. أنا شوال ديت هذا قلت لي كما قلت لكم البنات هذه وهذه غادي نسقها في هذه اللي كانت مكانه، ولكن السنطه ديالها زوينه بما ان هذا البلاصه المكانه خاويه باش تلصق لي هذه مزيان. غنسق هذه هي الاولى يعني تعلي، لان هنا كاينه حفره، غنسق هذه هي الاولى. هاي برسنيدر نلصق هذه هي الاولى باش تعلي باش تلصق. هذه تلقى فين تلصق، حيت الا كانت الخويه ما غتلصقها في الجناب تقدر تحيد بسهوله. وبرزيت المهم البنات هي لصقات، ودابا غندير فيها لصقه باش نلصق هذه. وهنا البنات الا بغيت نعطيها شكل ساعه يعني غنشد هاد لي زيت خاص اللي عندي هنايا، ها هما كيف ما كتشوفوا صغيورين، وغادي نبدا نسق فيهم. ندير 12 وحده المهم على شكل ساعه. المهم خليكم معايا، ها انتم البنات على هاد الشكل هذا. ما غاديش ندير كلشي، غندير غير 12 3 6 9 حيت شويه صعيب، نقدر من بعد نكمل غير مهم باش باش ما نطولش عليكم الفيديو. اي طاح بقات مقلوبه، هادشي راه خصو بخاطر البنات بقات مقلوبه سيت حيت كلشي. مهم يعني باش الحاجه يعني ما الا كانت عجبك بحال دابا هاد السميطه مزيانه ما غاديش نضيعها، وكانت مكانه مزيانه هادي ماشي صافي مكانه بلا موري بلا حتى حاجه. صافي هاد الخيوط هادو راه حالهم ساهل. هنا هانتوما البنات هانتوما البنات، جاب غاسلي بحال شكل المكانه زوين مهم ما خايبش. دابا غادي ندير الخاتم حتى هو غندير نفس الشكل. المهم انا كنعطيكم غير افكار، انا بعدا ما كيعجبنيش نلوح شي حاجه، وشي حتى في الدار اللي بغاو يلوحوا شي حاجه كنقول لهم تنشوف شوفها اي حاجه كتصلح. هاد المرات الله يسمح لي الا بغيت نعطي شي حاجه وكان الصدف ديالها مزيان كنبدل الصدف، كنحيد هذاك الصدف وكندير صدف عادي.
الصدف كيعجبني حتى هو، لان الصدف حتى هو يمكن لك هذا الشيء اللي درت انا بهذا، يمكن الصدف حتى هو نشدو ونديرو ليه. انا غنوريكم كيفاش نديرو ليه اللصقه. هاد مسدس الشمع انا ولا عندي اونصومبل، هانتوما البنات هاد الخيوط هادو راه زوين يتلبس مع شي حاجه باج ولا مارون ولا حتى الكرونج معاه. بالنسبه للصدف البنات يمكننا نديرو هاد القضيه هادي بالصدف، كنشد الصدف انا شفت شحال ديال العقيق، وكنشد العقيق مثلا عشوائي، غنشد لي كولور مثلا كولوم اللي عندي. المهم غتختاري العقيق عشوائيا، ماشي زعما يعني يكون دي كولور بحال بحال ولا نكتفيو بهذا القدر. هانتوما البنات غنبدا ندير بشوي بشوي حيت هاد اللصقة مع دابا الحال بارد دغيا كتبرد، غنحطو داكشي عشوائيا. بغيتي تثبتي هاد الخيط هاد الصدفة بالخيط يعني باش عاد ديري ليها كيف كيمكن لك، كيف كيمكن ليكم ديرو بهم هاكا تصديفات هاكا فيهم الحجر كيجيو زوينين، او شي باغيط في ليل ديال الشعر ولا شي حاجه كيجيو زوينين، كيجي ما بيناش واش الصدفه هادي ولا ماشي صدفه. صح صلاتنات على هذا الشكل هذا، حتى هي يمكن لها تجي في شي باك بحال هكا، هذا الشكل هذا تجي في شي باك. وكاينين دابا دوك لي باك كيتباعوا الخاص، هذه تحيدت ما فقتاش مزيان، كيتباعوا دي باك الخاص بخمسة دراهم ولا شي حاجه، كيكونوا سامبل كتاخدي هذيك جاتني شي شويه كبيره كتاخدي سامبل، وكيمكن لك دير لها القضيه هذه. هانتوما البنات يعني ما بيناش انها صدفه، غدير لها من هنا مسدس الشمع وتلصقيها في شي بغاسلي، اولا مثلا شي ضيفات عندك طلعوا لك في الراس هما ديري لهم بحال هكا شي بول فيست ولا شي حاجه كتلبسيه مع شي حاجه ولا هذا، وفيه لي كولور كتشوفي العقيقه بالنسبه لي كولور اللي عندك وكتزيني صدفه على هذا الشكل هذا. المهم يعني بزاف ديال الحاجات ما يدار بزاف، وكذلك هادو حتى هما كيمكن نصابو بهم دي بغاسلي. المهم لا كان شي حطره ولا شي حاجه للولي البنيتات صغار ولا شي حاجه. هذاك الفولو حتى هو اللي وريتكم هذا تيجي خطير، هذا تيجي زوين للبنيتات ماشي للناس الكبار، غير البنيتات الصغار تيجيو لهم دي كولي لاصقين لهم على عنقهم، وكيتسدو ب هادو الطراقات هادو مثلا كتسدو بهادو وكتلصقي فيهم شي حاجه هنايا شي عقيقه، اولا مثلا كتلصقي فيهم شي حاجه بحال هادو اللي كيكونوا هكا اون كولور ولا شي حاجه كتكون دلية بحال هكا كيجيو زوينين، كيعطيو واحد المنظر زوين. المهم البنات كيعطي الله ما يدار الواحد، غير خصو المهم ما يديرش ما يجلسش بلاش يدير شي حاجه، ومني كتصوبي شي حاجه وكتلبسيها انت ويعني ما لابسها حتى شي حد، يعني مستحيل انا غادي نلقى هاد لونسومبل هذا لابسو شي حد، نمشي لشي بلاصه ونلقى زعما مثلا بحال هذا لابسو شي حد، ما يمكنش لانني انا اللي صوبتو فهمتوا، ما غاديش يمكن يعني نلقى نقدر نلقى شي حد لابس كولي بحال الكولي اللي كان عندي، ولكن هاد لونسومبل بالضبط ما غنلقاش، غير هاد الخاتم ما غنلقى شي حد لابس بحالو. داكشي علاش البنات صح لي التليفون، داكشي علاش البنات انا صراحه تيعجبني نصاوب شي حاجه، تيعجبني تكون عندي شي حاجه ونضيف عليها شي اضافه، يعني شي شال نزيد عليه شي حاجه. المهم كنبغي نصاوب داكشي كل وحده، داكشي كنقول لكم ما نحصل على الخاطر، اللي ما عندوش خاطر البنات نقدر هذه مازال ليا نقدر نديرها في شي نديرها موتيف هكا شي سنيسله ولا شي حاجه نفيها ثقبه، نقدر نسق فيها شي فشي سليك ونعقدو ونديرو فشي سنيسله. المهم البنات افكار بزاف، غير كيخص يكون عندك هذا الشيء وتكوني بحال دابا كتحافظي بحال دابا شي حلقه طاحت لها الحجره ما نلوحهاش نخليها. المهم يعني داكشي حافظوا عليه، حتى الا ما كانش عندكم نتوما داك الخاطر يعني عطيو لوليداتكم عطيوهم يبدعوا،
وهذا ما تخافوش منه، يعني غيحرقو مره ماشي صغيورين كاع. هذا بها قد اميره ولا شي حاجه، اميره كتستعملو كتحرق به المره الاولى المره الثانيه، من بعد غتبقى دايره دير اتونسيون منه. المهم البنات، نتمنى هاد لا فيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وان شاء الله تسناوني مع ماجد غدا ندير ليه شي حاجه الا صبحت شويه، لانني ما نكذبش عليكم ما عيانه، ما عنديش خاطر مع وحق الله، ما عندي لا خاطر لا والو، ما عرفت مالي. المهم البنات، ما تنساونيش خبر في راسكم، والله يرحم سي عبد القادر البداوي وعبد اللطيف هلال. سي عبد اللطيف هلال الله يرحمهم، كانوا رواد من مسرحيين، وسورتو البداوي يعني كنعرفو، كان وليداتو كيقراو معايا، قراو معايا في لاكخيش وقراو معايا في الحلو. زعما اش غنقول لك، كانوا ساكنين هما حدا الحلو، كانت معايا حسنة بالضبط تما، كريمة كبيرة عليا، كانت معايا حسنة في لاكلاس، وكان داك الوليد الاخر الوليد عادل ولا نسيت على السمية ديالو، انا حسنة هي اللي كانت معايا في لاكلاس، الولد صغير عليا وكريمة كبيرة علينا، ما كانش معانا كاع في المدرسة. المهم كان عزيز عليا وغير كيضحك، وفوق ما كيتلاقى معايا زعما صراحة كيبتسم بقى فيا، وشو سبحان الله العظيم بيناتهم نهار، هذاك تدفن وهذاك مات. ايوا الله يرحمهم ويوسع عليهم ضيقة القبور ويلحقنا لهم مؤمنين يا ربي. السلام عليكم البنات.